إضراب عام يشهده لبنان مع دخول المظاهرات يومها الأربعين احتجاجاً على تأخر تسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة. ففي طرابلس قطع المتظاهرون معظم الطرق الرئيسية والفرعية استجابة لدعوات الإضراب، حيث يصر المحتجون على رحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد وتحقيق الهدف المرحلي بالبدء الفوري بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس مستقل لحكومة مصغرة بصلاحيات استثنائية. دعوات الإضراب تأتي عقب أعمال عنف بالعاصمة بيروت، وذلك بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين متظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل عند جسر الرينج المؤدي إلى وسط المدينة، أسفرت عن وقوع مصابين قبيل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعيد الهدوء النسبي لتلك المنطقة. كما شهدت معظم الساحات في مختلف المناطق مظاهرات تحت شعار أحد التكليف في رسالة للطبقة السياسية للإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط ترتكز مهمتها الأساسية في إجراء الإصلاحات والتحضير لانتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين. احتجاجات تدفع البلاد إلى هوة اقتصادية غير مسبوقة، فوفقا لتقديرات البنك الدولي فإن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار يؤدي إلى دخول 190 ألف أسرة لبنانية من الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر. وتتواصل الأزمة المتصاعدة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات وعجز السلطة عن تشكيل حكومة حتى الآن، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة.